السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؟ نعم يجوز لها ذلك لأن لها غرضا صحيحا، لكن لا تمنعه من الزواج إلا يتزوج، فإذا تزوج وهي شرطة عليها لا يتزوج كلها الخيار، إن أرادت البقاء معه تبقى وإن أرادت الفسخ تفسخ. نعم.